مرحبا، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. طبعا ينذر تناقص المياه وشحها بمعاناة أكبر لسكان العالم بسيناريو قاتم يهدد أكثر من نصف سكان الأرض خلال ربع قرن فقط، وسيسجل الضرر الأكبر في دول جنوب الصحراء بأفريقيا وفق التقارير الأممية، ولا يقف الأمر عند حدود النقص، لكنه قد يفتح الباب لإشعال توترات وأزمات بين الدول على المياه من قبيل ما يحدث في سد النهضة الإثيوبي وما أحدثه في السودان ومصر. هل يمكن اعتبار المفاوضات إطالة لعمر الأزمة وفرصة لإثيوبيا لمواصلة عملية الملء؟ هل يمكن اعتبار مخاوف مصر من تكرار سيناريو انهيار سد درنة واقعية؟ وهل القارة السمراء قادرة على تحمل بؤر توتر أخرى بسبب المياه؟ في نبض العالم لهذا الثلاثاء نتطرق للحرب في أوكرانيا وما أحدثته من خلل في الاقتصاد العالمي، خصوصا بشأن الدعم الغربي المتواصل لكييف بالمال والأسلحة وتأثيرات ذلك على اقتصادات أوروبا وتوازناتها المالية والعسكرية. في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، من يدفع فاتورة الحرب في الغرب؟ ألم يحن الوقت بعد لكي يضغط الغرب على زيلنسكي للجلوس إلى طاولة الحوار؟ وإلى أي مدى سيتحمل الاتحاد الأوروبي ضغوط واشنطن لتزويد كييف بالأسلحة؟ عادت أزمة سد النهضة إلى المربع الأول بعد إقرار كل من مصر وإثيوبيا بفشل الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي جرى في العاصمة أديس أبابا يومي 23 و24 من الشهر الجاري. الجانبان تبادلا التهم بشأن أسباب عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة. أم الخير حميدي. الفشل، تلك محصلة مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ودامت يومين بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا. ترجع القاهرة ذلك إلى تعنت أديس أبابا وعدولها عن توافقات سابقة. لم تسفر الجولة التفاوضية عن تحقيق أي تقدم يذكر في مفاوضات السد. الجولة شهدت توجها إثيوبيا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسطى المطروحة والترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا. وترد أديس أبابا التهم على القاهرة مؤكدة أن مواقفها تقوض اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، مبدية مع ذلك بعض التفاؤل من المفاوضات بحديثها عن تقدم محرز في تحديد القضايا ذات التقارب المحتمل يستكمل النقاش بشأنه أكتوبر المقبل. تمكنت الدول الثلاث من إحراز تقدم في تحديد القضايا ذات التقارب المحتمل، كما تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات الثلاثية في أكتوبر 2023 بالقاهرة.
لقد أظهر الجانب المصري موقفا يقوض اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، ومن المؤسف أن إصرار مصر المستمر على الحفاظ على معاهدة إقصائية تعود إلى الحقبة الاستعمارية والاستغلال الاحتكاري والمطالبة بحصص المياه الاستعمارية حالا دون إحراز تقدم ملموس في المفاوضات. تقاذف للتهم بين أديس أبابا والقاهرة يعد حلقة جديدة في سلسلة متواصلة من المباحثات التي غالبا ما تنتهي بالفشل، تطور ينسف آمال التوصل إلى اتفاق قانوني ينظم عملية الملء والتشغيل بالتنسيق مع الخرطوم والقاهرة ويعيد أزمة سد النهضة إلى المربع الأول، عكس ما بني من آمال اللقاء الأخير بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، فحتى إمكانية اللجوء مجددا إلى مجلس الأمن الدولي باتت مستبعدة بعد إحالة القضية إلى الاتحاد الإفريقي. لبحث الموضوع نسعد بأن يكون معنا مباشرة من أديس أبابا الصحفي والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ حسن أحمد، ومن رام الله نرحب بالمتخصصة في الشأن الإقليمي والدولي الدكتورة تمارا حداد. مرحبا، أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمين. نبدأ معك أستاذ حسن أحمد من أديس أبابا. طبعا بدون تقدم يذكر سجل فصل آخر من فصول عديدة من المفاوضات بخصوص سد النهضة الإثيوبي، ما النقاط التي لا زالت عالقة على طاولة المفاوضات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على حسن الاستضافة في قناتكم قناة الجزائر الدولية. مرحبا. في برنامجكم نبض العالم. نعم، المفاوضات حاليا التي عقدت في أديس أبابا مع الجانب المصري كانت مفاوضات فيها حسن النية وحسن النوايا، ويعني الجانب المصري هو أراد وما زال متمسكا بالحصص التاريخية التي كانت في الحقبة الاستعمارية، و إثيوبيا أن تلتزم بأي اتفاق حتى تتخلى مصر عن حصصها المائية بالقانون الدولي. إثيوبيا تسعى إلى استخدام المياه بالاستخدام العادل والمنصف، والمفاوضات التي جرت في أديس أبابا هي مفاوضات بين الأطراف الثلاثة أو الدول الثلاثة، بحكم أن هناك كانت علاقات ودية مع الجانب المصري. هناك عندما زار رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد وكان مع لقاء مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك في القاهرة، هذا يدعو إلى انفراج كبير في هذه الأزمة وحسن النوايا من قبل إثيوبيا. إثيوبيا تلتزم بهذا السد النهضة لأنه هو مشروع تنموي ومشروع يحق للشعب الإثيوبي أن يدعم فيه على أساس المصالح المشتركة. وكما رأيت الملء الرابع الذي حصل في الأسبوع الماضي في بداية العام الجديد للسنة الإثيوبية الجديدة، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملء الرابع لا ضرر ولا ضرار ولا يضر كذلك بمصر والسودان، وإثيوبيا تتمسك بهذا الشيء حتى تعطي لشعبها التنمية المستدامة. نعم، في المقابل دكتورة تمارا حداد جاء بيان لوزارة، يعني السؤال الأول طرحناه وفق ما جاء في بيان وزارة الري المصرية، نتحدث عن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الذي قال أنه تمكنت الدول الثلاث من إحراز تقدم في تحديد القضايا ذات التقارب المحتمل، كما تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات ثلاثية أكتوبر من السنة الجارية. ما الذي يعنيه هذا؟ نتحدث عن بيان مصري يقول أنه لا تقدم يذكر، بيان إثيوبيا تحدث أنه فيه تقدم في نقاط معينة. البداية أسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين والمشاهدات الكرام، وتحياتي لك ولضيفك الكريم. أعتقد عندما يخرج تصريحين مختلفين من قبل الوزارات الخارجية سواء الإثيوبية والمصرية، وهذا التعارض يخرج ويظهر أن هناك تناقضات في عملية التوافق ما بين الدولتين، وهذا يظهر أن ما زال عملية التفاوض هي غير موجودة أو غير لم تصل إلى نتائج إيجابية بين كلا الدولتين، وبالتحديد فيما يتعلق بالترتيبات الفنية والترتيبات القانونية، بالرغم أن القانون عام 1951 من خلال الأمم المتحدة يشير
أن يجب أن يكون هناك تفاهم واضح ما بين السودان ومصر وأثيوبيا، لكن في نهاية المطاف عند بناء سد أثيوبيا في هذه الآونة الأخيرة، وأيضا وصول إلى حالة الملء الرابع لأسد النهضة، أعتقد أن أثيوبيا هي مستمرة في سياق الخطط وفي سياق ما يسمى الاستفراد في الحصص المائية دون أن يكون هناك عملية تشارك وتفاوض حقيقية بين مصر وأيضا أثيوبيا. أعتقد أن الوزارة الخارجية المصرية أظهرت هذا السياق وأشارت أن ما سوف يحدث مستقبلا هو عملية إضرار بالأمن المائي لمصر، وبالتحديد أن مصر هي تعتمد بشكل كامل، بالتحديد يعني نسبة 87% من استخدام مياه نهر النيل أو نهر النيل الأزرق، وبالتحديد أن سد النهضة سوف يعزز هذا النقص في الاستخدام المائي من قبل هذا النيل أو نهر النيل. فأعتقد أن مصر الآن تعيش في أجواء صعبة جدا وخطرة جدا، وبالتحديد في عام 2025 سوف تعاني من شبح نقص المياه وفقر المياه، وهذا ما يؤدي مستقبلا إلى أن يكون هناك حالة من التوتر ما بين السودان، عفوا ما بين مصر وأيضا حتى على مستوى السودان، لولا أن السودان تعاني من حرب داخلية، ولكن كان أيضا السودان هي تعاني نتيجة هذا بناء سد النهضة من إشكاليات في نقص المياه، لكن الإشكاليات سوف تكون بشكل أكبر ما بين مصر وأثيوبيا. حتى هذه اللحظة أن مسار المفاوضات لم يظهر أي حالة توافق على الحصص المائية وعلى أيضا الترتيبات الفنية والترتيبات القانونية. أعتقد أن مصر نتيجة أن حتى هذه اللحظة وخروج هذا البيان، بالرغم أن خروج بيان عكسي من الوزارة الخارجية الأثيوبية التي تشير أن هناك لا يوجد هناك أي ضرر على مصر، لكن أعتقد بناء السد النهضة بحد ذاته هو الضرر الأكبر على مصر، وبالتحديد أنهم معنيون بعملية إضعاف مصر من خلال حرب المياه، من خلال المياه، يعلمون تماما أن مصر لا تستطيع أن تعيش بشكل سليم دون المياه، وبالتحديد أن مصر تعاني من شح المياه. طيب. فعندما يتم بناء هذا هو يؤدي إلى عملية يعني أيضا ضرر أكبر على الأمن القومي لمصر، وأيضا الأمن المائي الذي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي بشكل عام لجمهورية مصر العربية. نعم أستاذ حسن، طبعا هناك من يقول أن مسار المفاوضات أو هذه الجلسات يمكن أن أو هي فرصة لإثيوبيا لإطالة عمر الأزمة والاستمرار في عملية الملء، كيف تردون على من يقولون ذلك؟ عفوا. نعم سيد الفاضل، إثيوبيا هي تتمسك يعني عندما بنت سد النهضة الإثيوبي العظيم في إعلان المبادئ أو اتفاقية إعلان المبادئ في 2015 التي تمت الاتفاق عليها من كل يعني مصر والسودان وإثيوبيا، بني هذا السد. يعني ليس هناك ضرر لأي من الدول أو الأطراف الثلاثة في السودان وفي مصر كذلك، لأن هذا سد النهضة بني على يعني أسس متينة وأسس علمية وبكافة يعني بدلائل والحقائق من قبل الشركة الإيطالية التي هي لديها الباع الكبير والخبرة الطويلة في بناء السدوس، وإثيوبيا تطالب بحقها الطبيعي والشرعي، وهذا يعني أن نحن دولة المنبع وينبع نهر النيل من عندنا 85%، يعني هو إثيوبيا أصلا لا تريد أن تضر بالآخرين أو بدول الجوار، حتى أكدت في المفاوضات الأخيرة بحسب بيان وزارة الخارجية أنها متمسكة بالمفاوضات بكل حسن النوايا. فأعود إلى سؤالك، السؤال الذي يقول أن ليس هناك يعني لإطالة عمر سد النهضة، بالعكس إثيوبيا تحب أن تتفاوض وتريد أن تتفاوض مع الثلاثة، لكن بشكل منصف وعادل، حيث أن إثيوبيا تريد أن يعني بنت هذا السد لمشروع تنموي وهو توليد الطاقة الكهربائية، حيث أن الشعب الإثيوبي لا ينعم بكثير من الإضاءة وكذلك يعيش في ظلام دامس. فإثيوبيا دائما تكرارا ومرارا عبر رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد يؤكد على أننا لن نضر بأشقائنا في مصر وفي السودان، ونريد جميعا أن يكون هناك تبادل المصالح المشتركة على أساس العدل والإنصاف لمشروع سد النهضة. نعم دكتورة تمارا، ما الخيارات المتاحة أمام القاهرة
في ظل هذا الوضع المتأزم وفي ظل المخاوف التي تقدمها القاهرة، هل هناك حلول قانونية مساحة التعبير ملزمة؟ أولا هناك في القانون الدولي، هناك في قانون في الأمم المتحدة ملزم لكل الدول، حتى أثيوبيا هي ملزمة لهذا الموضوع، فبالتالي يعني القاهرة هي تتعامل بشكل قانوني ضمن سياق، حتى وكان هذا القانون ضمن الفترة الاستعمارية، وبالتحديد أن كل دول العالم حتى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وحتى أفريقيا الاستعمار ما زال موجود، فبالتالي من يقول أن هذا القانون هو غير موجود هو بالعكس، أنا القاهرة يجب أن تتعامل ضمن سياق قانوني، وأثيوبيا يجب أن تلتزم بهذا القانون. عملية التزام بالقانون بمعنى أن هناك حصص يعني أن تكون بشكل متساوي بين تلك الدول حتى لا يحرم دولة عن دولة أخرى، بالتحديد يعني سواء مصر أو حتى على مستوى السودان، بأن لا يتم عملية حرمانهم من استخدام الأنسب والأمثل للمياه، وبالتحديد أن مصر هناك عدد كبير من السكان فبالتالي لا يستطيعون العيش، وأيضا هم يعتمدون على الزراعة، على اعتمادهم الأكثر على الزراعة وعلى المياه في عملية استكمال محصولاتهم الزراعية، فبالتالي مصر هي تعيش على المياه، هي تعيش على هذا الأمر، فإذا حدث أي حالة من النقص وبالتحديد أن ملء سد النهضة أصبح هناك جفاف لإيصال المياه، وهذا موجود على الخريطة، يعني لا يستطيع أحد أن ينكر هذا الأمر، يعني أصبح نهر النيل لوصوله إلى منطقة مصر أصبحت الآن هناك يعني قيط رفيع، يعني إذا تحدثنا حسب الواقع الجغرافي أو الواقع الخريطة الجغرافية أصبح هناك يعني جفاف لنهر النيل نتيجة عملية استكمال ملء السد النهضة، وأصبح الآن حتى وصوله إلى البوابة الرابعة، بمعنى حتى هذه اللحظة بدأ عملية الملء، وعندما يتم استكمال هذا الملء أعتقد أن جفاف نهر النيل سوف يكون بشكل أكبر، وهذا ما ينعكس سلبا على مصر، إلا إذا كان هناك اتباع خيارات أخرى، بمعنى أثيوبيا أن تعطيها بنسبة عادلة من المياه، وأن لا تعمل على عملية بالفعل إغلاق هذا السد بوجه مصر أو السودان. ناهيك يجب استخدام يعني خيار المفاوضات واستكمال هذه المفاوضات وعدم وقفها عند حد معين. ناهيك أن خيار الحوار بين تلك الدول واللجوء إلى الدول المعنية في عملية أن يكون هناك صلح بين في منطقة أفريقيا وعملية الوصول إلى حالة من الاستقرار السياسي حتى يحصل هناك استقرار. نعم، هنا بالتحديد دكتورة تمارا، مجلس الأمن أحال الملف على إلى الاتحاد الأفريقي، برأيك هل الاتحاد الأفريقي يمكن أن يقدم حلولا أو يكون وسيطا بين هذه الدول؟ أولا الاتحاد الأفريقي يجب أن يكون دوره أكثر فعال، إذا تحدثنا بكل واقعية الاتحاد الأفريقي عند حل الأزمات لا يستطيع حل هذه الأزمات، والدليل الحرب السودانية التي هي تعتبر من أكثر الحالات التوترات، ناهيك التوترات التي تحدث في وسط أفريقيا، فأعتقد أن الاتحاد الأفريقي يجب أن يكون هناك دور أكثر فعال وأكثر إيجابية حتى يستطيع حل المشاكل التوتر، لأن هذه التوتر ما بين الدول سواء كان أثيوبيا مصر بغض النظر كل النزاعات والأزمات التي تتواجد داخل سياق منطقة أفريقيا، أعتقد أن هناك الدول الغربية الدول العظمى هي التي تقوم بافتعال هذه الأزمات حتى يكون مستقبلا استمرار في حالة الفوضى الطلاقة واستمرار في حالة الحروب، بالعكس الدول الغربية من بينها معروف يعني من يقوم بعملية افتعال التوتر، بالتالي أثيوبيا يجب أن تنظر بعين الاعتبار بعين العدالة للشعوب من شعوب دول الجوار بمن حولها، وأن لا تنظر إلى عملية من يتم تقديم بعض الوصايا بأن يتم تجفيف منابع المياه إلى مصر حتى لا يتسنى أن يتحول هذا الحرب هذه حرب المياه إلى حرب صلبة أو حرب عسكرية، وبالتحديد أن مصر إذا شعرت أن هناك خطرا يداهم أمنها المائي وبالتالي أمنها القومي أعتقد أن سوف تلجأ إلى هذا الخيار، خيار القوة الصلبة، أعتقد أنه حتى لا يحدث هذا الخيار الصعب الذي لا يريده أحد من البشر، لا تريده أثيوبيا ولا تريده مصر ولا تريده السودان، لأنه يكفيها من المشاكل السياسية والاقتصادية ومشاكل، حتى أثيوبيا هي تعاني من مشاكل، فلماذا تهرب من هذه الأزمات بأن يكون هناك حرب أكثر؟ بالتالي يجب أن يكون هناك عدالة في الوصول إلى الحل الجذري والحل الذي يحدده الحوار والمفاوضات التفاوض ولا يحدد. نعم. أستاذ حسن، طبعا بناء على ما قالته الدكتورة تمارا، ألا ترى أن من حق إثيوبيا الذهاب نحو اتفاق
يتضمن مجموعة من القواعد العامة التي تغطي الملاحظات المصرية. لماذا برأيك لا تريد أديس أبابا الذهاب نحو تقديم التزامات موقعة؟ نعم سيدي، هناك الآن الشأن الداخلي، يعني صحيح أنه إثيوبيا تعيش مشاكل داخلية، لكن شأن داخلي، لكن كما قالت الدكتورة تمارا أنه شأن داخلي، ولكن إثيوبيا هذا شأنها الداخلي ولها الصلاحية، تستطيع من خلاله يعني تدير شؤونها الداخلية. لكن إذا عدنا إلى ما يعني تقدمت فيه بالسؤال، بتقديري يعني أن إثيوبيا لن توقع على أي اتفاقية ملزمة مع مصر أو السودان على أساس القانون الدولي الذي يقر على استخدام المنصف والعادل، ليس على التي كانت هناك في الحقبة الاستعمارية قديما. لكن إثيوبيا كحقها الشرعي وكحقها القانوني أن تستخدم سد النهضة في مشروعات تنموية تخص بالشعب الإثيوبي ويعود عليها بمنافع وفوائد جمة. وكذلك إثيوبيا تصر وتؤكد مرارا وتكرارا أنها لا تضر بأشقائنا في مصر والسودان، وهي تريد أن يعني يكون أن تكون لمصر والسودان عبر المفاوضات أن يكون لها يدا في يعني في سد النهضة، وأن يكون هناك تبادل المنافع المشتركة والمصالح المشتركة، لكن على أساس الاستخدام العادل والمنصف لإثيوبيا. وعلى حسب ما ذكرت وزارة الخارجية أن مصر تصر على الحقبة التاريخية، نحن كذلك نصر هنا ونؤكد بحسب وزارة الخارجية أننا يعني ملتزمون بالمفاوضات، وأن إثيوبيا تفتح قلبها للأشقاء في السودان وفي مصر حتى يكون هناك يعني فوائد جمة لكل الأطراف، وكذلك دول حوض النيل. طبعا لصالح من تقرع أجراس حرب، لن يكون هناك أجراس حرب المياه، بل سيكون هناك ستقرع أجراس السلام، ويستفيد الكل وتستفيد القارة السمراء أجمع. نعم، القارة السمراء أجمع. نتحدث عن المخاوف المصرية دكتورة تمارا، هل يمكن اعتبار هذه المخاوف، نتحدث عن كلام يدور حول تكرار سيناريو انهيار سد درنا في ليبيا، هل مخاوف مصر واقعية بالنسبة لسد النهضة؟ يعني لن يحصل كما حصل في ليبيا، لكن الإشكالية الكبرى ليست في عملية انهيار السدود، الإشكالية الكبرى في عملية تجفيف المياه. يعني هناك في يعني ليست هناك تشابه ما بين النقطتين. اولا مصر هي تعاني من افتقار للمياه، فبالتالي عندما يتم بناء سد النهضه سوف يكون هناك عمليه فقر اكثر وشح للمياه اكثر، وبالتالي هذه الاشكاليه التي او المخاوف التي تعاني منها جمهوريه مصر العربيه هي عمليه ان يكون هناك اغلاق تام لسد النهضه، اغلاق له كل البوابات وامتلاء كافة السدود بالنسبة لسد النهضة. هذا مخاوف جمهورية مصر العربية، وهي تعلم تماما أن اعتماد جمهورية مصر العربية على المياه، هناك الكثير من الإقطاعات وهناك الكثير من الأراضي تعتمد على الزراعة وتعتمد على وأيضا الكهرباء وإنتاج الكهرباء، وهناك الكثير من اعتمادها على المياه. فبالتالي إذا حدث أي خلل في واقع المياه بالتحديد بوجود سد النهضة الذي يجب أن يكون هناك بالفعل عند بناء هذا السد، كان يجب أن يكون هناك اتفاق بين ثلاثة دول وبالتحديد مصر والسودان وأيضا أثيوبيا. فبالتالي الحل الوحيد قبل أن يكون هناك أي نزاع يصل إلى نزاع عسكري، يجب أن يكون هناك نزاع، هذا النزاع أن يتحول إلى بالفعل أن يكون هناك اتفاق، وأن هذا الاتفاق أن يتحول إلى اتفاق سلام وليس اتفاق حرب بين هذه الدول، حتى لا يتسنى أن تتحول هذه المنطقة أفريقيا إلى بؤرة، تتحول إلى النقطة الساخنة. بالتالي هناك دول معنية بهذا الأمر، فبالتالي يجب تفويت الفرصة على الدول الاستعمارية، على الدول الغربية، على الدول الكبرى التي هي معنية على إضعاف الدول، حتى على مستوى أثيوبيا أيضا هم معنيون في عملية خلق القلاقل وأيضا المشاكل، وهم يعلمون تماما أن هناك بعض الأحزاب السياسية التي تريد أن تزعزع هذا الأمر، كما يحدث في أيضا في مصر.
مصر أيضا هناك يزرعون الكثير من الأحزاب السياسية، فبالتالي كل هذه الدول هي تعاني من أزمات سياسية، فبالتالي لا يجب أن لا يحول هذه الأزمات السياسية إلى حرب لدول الجوار، بمعنى أن يكون هناك حرب بين هذه الدول. فبالتالي يعني تحدثنا لأكثر من نقطة، يجب إيجاد المصالح المشتركة وإيجاد النقاط المشتركة، وأن تكون هناك مصالح متبادلة ونقاط متبادلة ما بين أثيوبيا ومصر حتى يتسنى أن يعيشوا بالفعل بسلام، أن يكون هناك صد النهضة، أن لا ينعكس هذا بنائه على الواقع السلبي على الأمن المائي لجمهورية مصر العربية، حتى يعيش في حالة من السلام، حالة من التنمية المستدامة. التنمية المستدامة لا تحدث بعملية التوترات، بالرغم أن الدول هي بعض الدول معنية بحالة التوتر، حتى على مستوى بعض الدول الإقليمية هي معنية بخلق هذه التوترات بين الدولتين. فبالتالي يجب أن تفويت الفرصة، وهذا الأمر يجب تفويت الفرصة. دكتورة تمارا، طبعا أنت تحدثتي عن الحلول، نتحدث عن الحلول مع الأستاذ حسن. ما الحلول العاجلة والمستدامة لمجابهة أكبر التحديات التي تواجه البشرية في القرن 21؟ نتحدث عن المياه طبعا. نعم سيد الفاضل، أتفق مع ما ذكرته الدكتورة، يعني هناك لابد أن يكون هناك اتفاقية السلام ومفاوضات بين الأطراف الثلاثة وكذلك دول حوض النيل. نحن الآن نعيش في حالات كثيرة في العالم، الحرب، حالات الحرب، حالات المجاعة، وأتفق معها اتفاقا كاملا شكلا ومضمونا أنه لا بد أن يكون لكل أطراف الدول الثلاثة وكذلك دول حوض النيل أن يكون هناك مفاوضات السلام، مفاوضات على أساس تبادل المصالح المشتركة. هذه هي الحلول، من الحلول التي الحلول الناجعة والحلول التي نستطيع أن يكون هناك استدامة وتنمية مستدامة لشعوبنا في إفريقيا وخاصة في الدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان. لابد علينا أن نجلس في المفاوضات وأن نحكم العقل وأن يكون هناك تحكيم للعقل، وإثيوبيا تريد المفاوضات بحسن النوايا، لكن لابد على مصر أن تدع هذه التمسك ب أعيد مرة ثانية وأقول لابد أن يعني أن تترك التمسك بالحقوق التاريخية والاستعمارية، وهي لم تكن يعني مصر إثيوبيا لم تكن ضمن في تلك الحقبة التاريخية. من هذه الحلول كذلك أن لابد أن يكون هناك تحكيم العقل في استدامة التنمية للشعوب وخاصة في الشعوب الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان، وينعم الشعب ب يعني هذه المياه. إذا كان هناك تبادل المصالح المشتركة، طيب، يكون هناك تفاهمات ومفاوضات على الطاولة، سيكون هناك سلام، لن يكون هناك لن تقرع أجراس حرب الله كما قلت. نعم دكتورة تمارا، هل القارة السمراء قادرة على تحمل بؤر توتر أخرى مثلا بسبب المياه؟ أعتقد أن أفريقيا الآن هي غير متحملة ولا تتحمل أي توتر سياسي مستقبلي، وبالتحديد أن أفريقيا على شفا حفرة من عملية الانهيار بسبب تدخلات إقليمية وأجندات خارجية. الكل معني بعملية تدمير أفريقيا. لماذا أفريقيا؟ أفريقيا التي تحتوي فيها كل الثروات النفطية واليورانيوم والذهب والغاز، فبالتحديد هناك الدول الغربية معنية بتفتيت أفريقيا، معنية بتشتيت أفريقيا، معنية بتدمير كل أواسط، حتى على مستوى يريدون أن يكون هناك حربا أهلية داخلية لكل دولة في منطقة أفريقيا. لا يريدون السلام لكل الدول، حتى الدول القوية من بينها الجزائر في أفريقيا يريدون تدميرها. فبالتالي لماذا لا يتم توفيت الفرصة عن هؤلاء وهذه الأجندات الخارجية؟ وحتى على مستوى هناك بعض الدول الإقليمية معنية بتفتيت هذه الدول. أفريقيا التي تحتوي، التي يجب أن تعيش في حالة من الغنى لشعوبها، بدل ما أن تعيش هذه الشعوب بحالة من الفقر، حالة من المجاعة، حالة من يعتبر من مؤسساتها مترهلة ماديا وإداريا للأسف. كل ذلك بسبب أن الاستعمار يريد إبقاء أفريقيا كما هي، لا يريد أن تتغير، لا أن تتطور، لا أن تعمل عملية التنمية، لا أن تحدث حالة من عملية التطور المستقبلي. بالرغم من حالات الانقلابات التي حدثت في وسط أفريقيا، إلا هذه الانقلابات ما زالت هم يريدون أيضا إعادتها إلى وقعها القديم، وهذا معروف تماما على أرض الواقع. لذلك أفريقيا لا
تتحمل حروب أخرى ولا تتحمل أي كوارث سياسية ولا كوارث اقتصادية أو اجتماعية. الحل الوحيد إعادة يجب الاتحاد الأفريقي الذي هو مسؤول عن هذه المنطقة أن يعيد النظر في سياساته. على ما يبدو أن سياساته بحاجة إلى تطوير، إلى تبديل، إلى تغيير. هذه الدول يجب أن تجتمع مع بعضها البعض وأن تنظر بعين الاعتبار إلى الرحمة شعوبها قبل فوات الأوان، لأن أفريقيا لا تحتمل مشاكل أكبر أو نقاط توتر أكثر، والهدف من هذه نقاط التوتر التي يريدها الغرب أشكرك. والتي يريدها الاستعمار القديم الحديث يريد تفتيتها وتحطيم أفريقيا بشكل عام. أشكرك جزيل الشكر المتخصصة في الشأن الإقليمي والدولي الدكتورة تمارا حداد، كنت معنا من رام الله. الشكر موصول أيضا للصحافي والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ حسن أحمد، كنت معنا مباشرة من أديس أبابا. شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين. مشاهدينا مستمرون معكم في نبض العالم. الحرب في أوكرانيا بعد قليل. مرحبا. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين تسلم دبابات أبرامز الأمريكية، ما يعزز حسبه قدرات الجيش الأوكراني في هجومه المضاد على القوات الروسية. وقال زيلينسكي في بيان نشره عبر قناته في موقع تيليجرام إن أخبارا جيدة وردت من وزير دفاعه أوميروف مفادها أن أبرامز أصبحت بالفعل في أوكرانيا، وكانت واشنطن قد وعدت كييف بتسليمها 31 دبابة من طراز أبرامز مزودة بذخائر مضادة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنظم. قدم اليوم وزير الدفاع روستوم أميروف تقريرا مهما يتعلق الأمر بأولى دبابات أبرامز أمريكية الصنع الموجودة بالفعل في أوكرانيا. نحن نجهزها لتعزيز عملياتنا ضد المعتدين. نسعى أيضا للحصول على جميع الأسلحة الأخرى التي نحتاجها، ومن ضمنها طائرة F-16، ونعد الطيارين والبنية التحتية لهذا الغرض. كما أننا نبذل قصارى جهدنا لتمكين أوكرانيا من الحصول على أسلحة بعيدة المدى وأنظمة دفاع جوي لحماية وتغطية كامل أراضينا، فنحن نحتاج إلى أنظمة أكثر مما لدينا حاليا. لمناقشة الموضوع نسعد بأن يكون معنا مباشرة من بانكوك المحلل السياسي الدكتور محمد الصفدي عبر سكايب. مرحبا، أهلا وسهلا بك دكتور محمود. تحياتي. أهلا وسهلا. طبعا مرحبا بك. كل التقارير الجديدة عادت لتؤكد أن الهجوم المضاد أبطأ مما كان متوقعا، على الرغم من كل الدعم الغربي الذي استمر طبعا شهورا طوال عبر تدريب القوات الأوكرانية وإمدادها بالسلاح. دكتور، إلى متى يستمر هذا الدعم؟ حقيقة هذا سؤال المليون زي ما بقول، يعني صعب الإجابة عليه، لأنه في هناك كثير من العوامل والظروف التي تؤثر على لأي مدى يستمر هذا الدعم ومتى يمكن أن يتوقف. وهناك عدة لاعبين في تحديد الإجابة على هذا السؤال. بمعنى اللاعب الرئيسي والمهم في كل هذه المعادلة وفي هذه الحرب هي أمريكا. الولايات المتحدة هي من يترأس ويدعم بشكل كبير وأساسي، وهو الذي ضغط على الأوروبيين وعلى الناتو من اليوم الأول للحرب من أجل دعم وتسليح أوكرانيا. بدأ الموضوع بدعم متواضع وبأسلحة خفيفة، ومن ثم
الآن نحن نسمع زيلينسكي يتحدث عن F-16 طائرات وعن أبرامز وإلى آخره. بالتالي هذا اللاعب الرئيسي. طبعا هناك الاتحاد الأوروبي والناتو لاعبين في هذه المعادلة. طبعا من جهة أخرى الروس هم لاعبين، ولكن من يحدد وكيف تنتهي هذه الحرب؟ هذا موضوع يرتبط أولا بنتائج المعارك على الأرض، ومن ثم التغيرات السياسية التي يمكن أن تحدث في القريب. مثلا الانتخابات الأمريكية هي تعتبر أحد الاعتبارات المهمة في تحديد من سيخلف بايدن في حال خسر الانتخابات، وبالتالي إذا كان الرابح من الجمهوريين مثل يعني ممكن يكون هناك في قرار بوقف الحرب مثل ما كان يتحدث ترامب. لا. إنه خلال 24 ساعة ممكن أن ينهي الحرب، ولكن صعب الإجابة بشكل مطلق وواضح على هذا السؤال، لأن هناك عدة لاعبين وعدة عوامل هي التي تحدد الإجابة. نعم. على هذا السؤال. نعم، سنتحدث فيما بعد دكتور الصفدي عن ترامب. أستاذ رامي، طبعا الخبراء العسكريون يحذرون وفق المعطيات الموجودة من أن الحرب قد تطول، وهو السؤال الذي لم يعني يجد له إجابة الدكتور محمود الصفدي. قبل ذلك أرحب بك الصحفي المتخصص في الشؤون الروسية الأستاذ رامي القيلوبي معنا مباشرة من موسكو. برأيك ألا يضع هذا ضغطا هائلا على أوكرانيا للقتال لعدة سنوات أخرى أو شهور طويلة، وأيضا على شركائها الدوليين الالتزام بالمليارات الدولارات من الموارد العسكرية والمالية؟ مع الأسف كل المؤشرات تؤكد أن الأمور في أوكرانيا تتجه نحو إطالة أمد النزاع بلا تسوية في الأفق. ومن باب المفارقة أن رغم مرور أكثر من قرن كامل على الحرب العالمية الأولى، إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية باتت تشبهها أكثر فأكثر من جهة المبارزات بالمدفعية التي تمنع أي طرف من تحقيق أي تقدم، ويؤدي إلى حالة من التكافؤ على الأرض، فأي طرف غير قادر على الحق هزيمة كاملة أحدهما بالآخر. فهذا من جانب يعني أنه لابد من الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الحرب عبر التوصل إلى حلول وسط. ولكن المشكلة تكمن في أن إنهاء الحروب عبر حلول الوسط هو وارد إلى حد كبير في الحروب بين دولتين مختلفتين، ولكن الحرب الروسية الأوكرانية تجمع بين ملامح حرب بين دولتين مختلفتين وأخرى أهلية بين شعبين يتقاسمان التاريخ المشترك والديانة المسيحية الأرثوذكسية، وكذلك يتحدثان لغتين قريبتين للغاية. ولذلك من الصعب كما يعلمنا التاريخ أن تنتهي حرب أهلية عبر حل وسط، وكل هذا مجتمعا يؤدي إلى إطالة النزاع بلا تسوية أو انفراجة في الأفق. نعم، إطالة النزاع واردة دكتور محمود الصفدي. نتحدث عن قرب المواعيد الانتخابية الرسمية في أوكرانيا، هناك حديث في الغرب عن ضغوط على زيلينسكي لإجرائها في موعدها دون تأجيل، خصوصا الرئاسية منها شهر مارس 2024. كيف ستكون هذه الانتخابات إن حدثت، وهل هي بداية ل دفع زيلينسكي للمفاوضات؟ الأصوات التي بدأت تعلو والتي تطالب زيلينسكي بإجراء الانتخابات، والتي كانت تحديدا بعد زيارته إلى الولايات المتحدة وكندا، فبدأت الصحافة الكندية تحديدا بالتساؤل لماذا لا يتم إجراء انتخابات وانتخابات في أوكرانيا. طبعا كان رد زيلينسكي بأن الأحكام العرفية وظروف الحرب لا تسمح لنا بذلك، ولكن هو أصبح يعلم أن شعبيته في تراجع كبير داخل أوكرانيا وحتى في أوروبا. يعني نحن نتذكر قبل عام وفي بدايات الحرب كيف كان يستقبل استقبال الأبطال والمحرر، ويعني وفي كل منبر يخرج ويقف ويلقي خطاباته. هذه المرة
لم يكن هذا الترحيب. جولته الأخيرة مثلا في الولايات المتحدة رفض الكونغرس أنه يسمح له بإلقاء كلمة أمام الكونغرس مثلا. لما ذهب وعائدا إلى أوكرانيا كان عليه أن يتوقف في بولندا، في بولندا لم يستقبله أي أحد من المسؤولين البولنديين، وإحنا نعرف أن بولندا كانت من أكثر الدول التي تدعو لتسليح ودعم أوكرانيا، ومن خلالها كان يمر الكثير من السلاح إلى أوكرانيا. اليوم هناك خلاف ما بين بولندا وأوكرانيا. بتقديري موضوع الانتخابات في أوكرانيا أعتقد أنه أمر ممكن يحدث في حال استمر الضغط وزاد الضغط الأوروبي تحديدا على زيلينسكي بضرورة إجراء الانتخابات، لأن بتقديري أن الأوروبيين الذين يدعمون أوكرانيا بالسلاح ويدفعون ثمن هذه الحرب من خلال الظروف الاقتصادية التي تعيشها أوروبا اليوم، بأنهم من حقهم أن يطالبوا بأن يكون في هناك انتخابات، لأن حالة الفساد وحالة فقدان حوالي 220 مليار دولار في أوكرانيا، حالة إقصاء كثير من الناس الفاسدين، يعني واضح أن هناك وضع غير سوي داخل أوكرانيا. بالتالي يشعر الأوروبيين بأن دعمهم أحيانا يذهب سدى ولا يحقق الأهداف المرجوة. حتى الهجوم المضاد الذي تحدث عنه كثير الأوكرانيين هو حقيقة لم يحقق أهدافه حتى اللحظة، وبالتالي هنا نلمس من كثير من المقالات والانتقادات في أوروبا بأن هناك في حالة من اليأس، وكأن هذه الحالة ستكون حالة طويلة يعني الأمد، وهذا يعني استمرار دفع فاتورة هذه الحرب. نعم أستاذ رامي، نذهب في اتجاه ما قاله دكتور محمود الصفدي، نتحدث عن أوروبا والأصوات التي تتصاعد خصوصا من اليمين المطالبة بوقف تقديم الدعم المالي والعسكري لكييف لأنه يدفع من فاتورة شعوبهم. ما مدى تأثير هذه الأصوات على استمرار أو نهاية الحرب؟ من باب المفارقة أن اليمين هو اليسار الراديكاليين في أوروبا هم تربطهم علاقة عداوة كبيرة، ولكن ما يجمعهما هو دعم روسيا في مواجهة أوكرانيا، ولذلك كانت روسيا تراهن في العام الماضي على فوز الممثلين عن اليسار أو اليمين الانتخابات في الدول المؤثرة مثل فرنسا، حتى يؤدي ذلك إلى تقليص دعم الدول المؤثرة والكبيرة كفرنسا لأوكرانيا. ولكن في نهاية المطاف تمت إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون لولاية ثانية، ليصبح بذلك أول رئيس يعاد انتخابه في القرن 21 بعد الرئيس جاك شيراك، وبالتالي وصل تقديم الدعم لأوكرانيا بل تم رفع مستواه. فبالتالي صحيح أن روسيا تراهن على أن المتاعب الاقتصادية ستؤدي إلى إنهاك جيب المواطن، وفي الدول الأوروبية التي تعتمد النموذج السياسي المعروف باسم الديمقراطية الليبرالية والقاضي بتغيير السلطات عبر الانتخابات، جيب المواطن هو الذي يصوت لصالح هذا المرشح أو ذاك. فبالتالي كان هناك رهان أن تؤدي معدلات التضخم المرتفعة التي بلغت أكثر من 10% لأول مرة منذ عقود إلى تغيير حكومات ونهجها، ولكن حتى الآن هذا لم يحدث على نطاق واسع على الأقل. نعم دكتور صفدي، تذكرت دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، من واشنطن تحدث مرارا عن خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا في غضون 24 ساعة في حال فوزه طبعا بالرئاسيات القادمة عام 2024. برأيك هل يستطيع فعلا القيام بذلك؟ طبعا هذا ليس بالأمر السهل، وخصوصا ونحن نفهم أن الإدارة الأمريكية لها سياسة، حتى لو تغير الرئيس أحيانا هناك مبادئ وأسس تستمر هذه السياسة. ولكن بتقديري شخصية ترامب الذي لا يعرف الضوابط ولا يعرف المبادئ، ونحن عاصرناه في فترة حكمه السابقة كيف أنه كان يتصرف فعلا كرجل يعني بشكل فردي حتى دون العودة والرجوع إلى الإدارة السياسية والأمنية الأمريكية،
بالتالي أنا بتقديري قد يكون فعلا في إمكانية في لديه الإمكانية بأن ينهي الحرب. طبعا مبالغ فيه أن يقول بأنه سينهي الحرب خلال 24 ساعة يعني أو عدة أيام، طبعا الموضوع سيأخذ وقت، ولكن أنا بتقديري هذه أحد الأوراق التي يستخدمها وسيستخدمها أكثر في الدعاية الانتخابية، على اعتبار أن بايدن ورط الغرب ورط أمريكا في هذه الحرب، وبالتالي نحن من جهة نعرف أن أمريكا هي الرابح الأكبر من هذه الحرب من خلال بيع وتصدير الغاز إلى أوروبا بأربع أضعاف تقريبا مما كانت تشتريه من روسيا، وإضافة إلى بيع الأسلحة يعني زيادة الطلب على السلاح والناتج الذي يعود من هذا من الأسلحة، ولكن بنفس الوقت المواطن الأمريكي دافع الضرائب هو يخسر. يعني هناك تقرير أن نسبة الفقر في أمريكا هذا العام هي أعلى فترة من خلال 50 عام، يعني زيادة نسبة الفقر في أمريكا تزداد، وهذا كله يعود لظروف سياسة بايدن الداخلية والخارجية. وبالتالي أنا بعتقد هذه الورقة قد يستخدمها ترامب وتعطيه نتائج، مع أنه بالنهاية الصوت الناخب الأمريكي هو يبلي بصوته بناء على الظروف والأوضاع الاقتصادية الداخلية في داخل الولايات المتحدة. نعم، في ظل أزمة اقتصادية عالمية. دعني أبقى معك أستاذ رامي في نفس السياق. ترامب عندما سئل عن خطته لإنهاء الحرب قال أعرف زيلنسكي جيدا وأعرف بوتين جيدا وكانت لدي علاقة جيدة جدا مع كليهما. في السياق العام لمجريات الحرب، هل هي نحو التصعيد أم الإنهاء، أم أن الظروف ستساعد إن ساعد ترامب ستساعده في إنهاء الحرب؟ تصريح ترامب فهذا تصريح شعبوي بامتياز. أنا يطلق شعارا قبل الانتخابات أنه يستطيع إنهاء الحرب سريعا. فعليا الخلافات والصراعات الإثنية لها طابع طويل الأجل، ونحن مثلا شاهدنا الصراع في إقليم كاراباخ ذو الأغلبية الأرمينية في أذربيجان، هو فعليا صراع تاريخي تعود جذوره إلى القرن 19، أي قرابة 200 عام. فكيف يمكن إنهاء مثل هذه الصراعات العميقة في ظروف 24 ساعة، وهي لن تنتهي إلا بتغير جذري لظروف أحد الطرفين. لكن المقابل، إذا كان ترامب رئيسا وقت بدء الحرب أو قبل بدئها، لربما كانت هناك فرص لإنهائها على وجه الصورة أو تجنبها، لأن الإدارة الديمقراطية بقيادة بايدن شأنها في ذلك شأن غيرها من الإدارات الديمقراطية تعرف بدرجة عالية من التضامن الأورو أطلنطي. بينما ترامب كرجل أعمال كان سيقول لزيلنسكي لماذا أحمل دفعي الضرائب الأمريكيين فواتير أسلحتكم، هذه روسيا جارتكم، اذهبوا واتفقوا معها. وهذا ربما كان سيساعد في بداية الحرب قبل أن اتسع نطاقها. وكذلك خلينا لا ننسى كيف عرض ترامب انضمام جمهورية الجبل الأسود الواقعة في شبه جزيرة البلقان إلى الناتو، معتبرا أن دولة صغيرة قد تورط قوة عظمى مثل الولايات المتحدة. ففي عهد الرئيس ترامب أمريكا أولا لم يكن مجرد شعار وإنما منهجية للسياسة الأمريكية. نعم دكتور محمود، دعنا نعود إلى الحديث عن تكاليف الحرب. إلى أي مدى سيتحمل الاتحاد الأوروبي ضغوط واشنطن الدافعة نحو المزيد من الأسلحة والأموال لكييف؟ طبعا الاتحاد الأوروبي يعني بالنهاية له طاقته، يعني سيتحمل، ولكن هذا ليس يعني هذا لا يعني انه بئر يعني ليس له قاع، يعني ان تستمر في اعطاء اوكرانيا كل هذا الدعم. انا بتقديري تحرك الشارع في اوروبا يعكس نفسه على القرارات السياسيه، بمعنى حتى اللحظه لا نرى ان هناك تحرك قوي جدا في الشارع الاوروبي وفي المدن الأوروبية بمعنى أن تكون فعلا ضاغطة.
الحركة الأكثر هي البارزة هي لليمين الأوروبي، وهو الذي كما ذكر أنه هو يربح من خلال هذه الحرب بأن يحقق يعني تأييد أكبر وأكبر بالاستطلاعات التي تجرى، ولكن هذا يحتاج، أنا أعتقد أن الشتاء القادم حسب الأرصاد الجوي سيكون بردا قارس جدا، هذا يعني أن سيكون الطلب على طلب الطاقة سيكون أكثر وأكثر، وسنرجع يعني نسمع ما حدث بالعام الماضي من أزمة للطاقة في أوروبا، وبالتالي هذا موضوع يحرك الناس، هذا الموضوع يجعل الناس أن يعني ترفع صوتها وتضغط على حكوماتها. ممكن بعد يعني خلال الشتاء القادم أن نرى تحركا أوروبيا أكثر باتجاه البحث عن حلول سلمية. نعم. وعدم إدارة الظهر كما حدث لعدة مبادرات قدمت إما من السعودية أو الصين أو جنوب أفريقيا إلى آخره ورفضت، أنه يبدأ الحديث فعليا عن حل وإيجاد حل سياسي إلى هذا. إذا لم يتم يجري هذا الضغط أو إيجاد هذا الحل، أنا أعتقد أن ستكون تجميد الصراع هي الحالة التي قد تستمر لسنوات، بمعنى مثل إدامة الحالة مثل في كشمير أو في كوريا، وبالتالي يبقى الصراع ما بين الدولتين والعالم يستمر في يعني في حياته الطبيعية، ولكن لا أرى أن هناك حل قريب في يعني بالمدى المنظور. في المدى المنظور أستاذ أو دكتور محمود، أستاذ رامي، على ذكر المفاوضات، هل من الممكن في هذا الوقت أن تحدث مفاوضات، وهل ترى أن الحرب تحتاج لمبادرة أخرى غير المبادرات التي طرحت لحد الآن؟ في الوقت الحالي انعقاد أي مفاوضات أمر مستبعد، لأن الجانبين الروسي والأوكراني يضعان شروطا تعجيزية لبدء المفاوضات، فروسيا تطالب بالاعتراف بالوقائع الجيوسياسية الجديدة بإشارة إلى سيادتها في مناطق جنوب شرق أوكرانيا، ولكن كييف والغرب لن يعترف بذلك، لأنه ليس من المعتاد في العلاقات الدولية أن تعترف دولة بسيادة دولة أخرى على جزء من أراضيها. في المقابل تضع كييف هي الأخرى شروطا تعجيزية، فترة تشرع قانونا يعذر التفاوض مع روسيا طالما الرئيس بوتين في السلطة، وهذا طبعا يخالف أي منطق، لأن من يتولى السلطة في روسيا هذا شأن داخلي روسي ولا يجوز ربط المفاوضات بذلك. وترة أخرى تطالب كييف بالانسحاب الروسي من كامل الأراضي الأوكرانية بما فيها شبه جزيرة القرم حتى تبدأ المفاوضات، وهذا أيضا شرط تعجيزي لأن روسيا لم تحل حربا على مدى عام أكثر من عام ونصف العام حتى تنسحب في منتصف الطريق، فبالتالي في هذه الظروف لن تكون أي مبادرات مجدية، ولكن المفاوضات قد تعقد في مرحلة لاحقة في حال بلغ الإنهاك السياسي والاقتصادي والعسكري من الحرب للطرفين ذروته، وحينها قد تعالوا في الداخل الروسي والداخل الأوكراني أصوات تطالب بإنهاء الحرب ولو عبر المفاوضات وتقديم تنازلات للطرف الآخر. نعم دكتور محمود، من الطرفين ظهر عليه إنهاك اقتصادي وعسكري، هذا ما قاله الأستاذ رامي؟ يعني كان في متوقع بأن العقوبات التي فرضت على روسيا أن تؤتى يعني نتائجها، ولكن قدرة الروس على إدارة الأمور بطريقة أن فتحوا أسواق جديدة واتجاه الصين والهند وحتى أمريكا اللاتينية، هذا خفف كثير من نتائج العقوبات. الطرف الأوكراني لا يدفع الثمن من ناحية الخسائر البشرية والدمار الذي يحدث في هذه الدولة، ولكن من ناحية السلاح طالما أن هناك يعني دعم مستمر وتدفق للسلاح لأوكرانيا من الصعب أن تلاحظ هذا التعب، يعني لأنه طالما وجد السلاح وبالتالي ما في مشكلة. المشكلة عندما يتوقف هذا الدعم، هنا سيقف الأوكران أمام أنهم
يعني يجب عليهم أن يفكروا كيف ينهوا هذه الحرب بطريقة يقف هذا النزيف المستمر في أوكرانيا. نعم أستاذ رامي، هل نتحدث عن تحولات عالمية يعني إرهاصاتها أو من بين إرهاصاتها الحرب في أوكرانيا؟ بكل تأكيد هناك تحولات تجري على مستوى العالم، لأن النظام الأحادية القطبية لم يعد يناسب القوة الأخرى مثل روسيا التي تعد قوة عسكرية عظمى، وكذلك الصين التي أصبحت القوة العظمى في مجال الاقتصاد وقد تزاحم الولايات المتحدة حتى من جهة القيمة الإسمية للناتج المحلي الإجمالي في القرن الحالي. بالتالي أصبح هناك طلب وإقبال من هاتين الدولتين أي الصين وروسيا على تحدي الهيمنة الأمريكية التي فعليا قائمة على جامعة واشنطن بين القوتين العسكرية والاقتصادية في آن معا. فبالتالي الحرب في أوكرانيا قد تمهد لثنائية قطبية جديدة لن تكون بين واشنطن وموسكو مثل ما كان الأمر عليه في عهد الاتحاد السوفيتي، وإنما قد تكون إلى الثنائية القطبية بين واشنطن من جانب وموسكو وبيكين مجتمعتين من الجانب الآخر. نعم دكتور، طبعا في سياق ما قلته أيضا الأستاذ رامي، هل العالم مقبل على نظام جديد؟ هل نتحدث عن توسع لهذه الحرب لتشمل مناطق أخرى، أم تعتبر أوكرانيا هي المنعرج وفقط؟ أنا السؤال لي. نعم دكتور محمود تفضل. بتقديري لن تتوسع الحرب أكثر من نطاق أوكرانيا، لاعتبار أن الجميع يرى نتائج هذه الحرب على الأرض وعلى تأثيراته على السياسة وعلى الاقتصاد، وبالتالي كل الحديث عن حرب عالمية ثالثة أو توسعها أو تمددها إلى بولندا أو مدن أو دول أخرى أنا بتقديري لا. ولكن بنفس الوقت نحن نرى تغيرات صاعدة، يعني استكمالا لزميلي ما الذي تحدث به بأن هناك أصبح الآن الحديث عن إنهاء للقطبية الواحدة لأمريكا وسيطرة أمريكا على العالم. نرى الآن التحالفات الجديدة ما بين روسيا والصين تتعزز، هناك تشكيلات جديدة اقتصادية وسياسية البريكس وغيرها. بتقديري العالم يتجه نحو التغيير، وهي كان أحد نتائج الحرب أو بمعنى أبرزتها الحرب الأوكرانية. وأنا بتقديري ما كان قبل الحرب لن يبقى ما بعد الحرب. أشكرك جزيلا الشكر المحلل السياسي الدكتور محمود الصفدي، كنت معنا مباشرة من بانكوك عبر سكايب. شكر موصول أيضا للصحافي المتخصص في الشؤون الروسية الأستاذ رامي القليوبي، كنت معنا مباشرة من موسكو. شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين على المشاركة معنا. مشاهدينا الكرام، ختام عدد اليوم من نبض العالم، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.